أول إشي عمل لي صدمة فرجاني نقط كمخططة أنا ما كنتش منتبهت لها. الكورس هذا حطني تحت حقيقة وواقع اللي هي بتقول إنه عملياً كل إشي بالتخطيط هنا بتدخل فيه سياسة. عندي مش بس وظيفة أخطط بيوت، إنما أعمل حيز عام أحسن لمجتمعنا العربي، لوسطنا العربي، لأنه إحنا بنفتقد لمعنى المدينة، بنفتقد للأماكن العامة، بنفتقد لخدمات كبيرة اللي ما حدا عم يعني بيهتم لها. السياسات هنا هي شغلها الشاغل هي إنها تقسمنا، تقولنا طب ما أنت بالناصري عايش منيح، أو أنت عندك ظروف منيحة وياك عم تتعلمي بجامعاتنا وبتقدر تسكني هون وبتقدر تعملي هون. بس بفكر إنه إحنا مش مقسمين، إحنا مش لازم كمان نطلع على حالنا كمقسمين، إحنا لازم يكون عندنا الترابط ونحكي لهم بعض. عملوا لنا غد رحلة اللي هي كانت من أصعب الرحل اللي مرقت فيها. قديش إحنا عايشين بوضع صعب هنا، بتشوفي كل البشاعة هناك، بتشوفي كل بشاعة الاحتلال، بتشوفي كل الظلم، بتشوفي الناس اللي عايشة بدول متحضرة ودول اللي هي تنعد متطورة وفيش عندهم أبسط الخدمات، مفتقرين لأبسط الحقوق وكل الوقت قاعدين بيعذبوا فيهن. حتى يعني إنه حتى إذا بدهن الحق البسيط إنه يكون عندهن سقف يحتموا فيه، لازم يمرقوا سلسلة عذاب عشان يقدر يحصلوا على هذا البيت، وبالآخر إذا تجرأوا وعملوا بيت لإلهم بدون ما ياخدوا كل هاي التراخيص اللي هي كتير صعب ياخدوها، بتعاقبوا على الإشي وممكن ينهدم بيتهم وممكن يدفعوا غرامات على كل الموضوع هذا. فبتشوف الظلم يعني واضح لإلك. مجموعة اليهود اللي بتيجي على وحدة السلام هي مجموعة معينة، هي مجموعة يسارية أكتر أو مجموعة متفهمة أو مجموعة اللي جاي تسمع. بس حتى هني لما بتصير الاحتكاكات وبتصير المواضيع كتير 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 بالمحل تبع إنه وين حقوق العرب، كمان هني بيرجعوا خطوتين لورا. فحسيت إنه حتى اليساريين هنا هني مش 100% فاهمين الوضعية. وأنا بفكر إنه للأسف إنه المجموعة اللي إحنا هنا مجموعة مش أقلية تبعت الأقلية. كل الوقت بفكر قديش عنا قدرة إن نغير، أو قديش هاي المجموعة الصغيرة اللي زي بتحارب عملاق كبير ممكن تعمل. مرات بصل لمحلات إحباط، مرات بحس إنه مش رح نقدر نغير إشي، ومرات بقول بدون شوية أمل مش رح نقدر نكمل. فبتتجدد عندي القوة وبضلني أقول كيف بيقولوا بالعربي يكفيك شرف المحاولة يعني.